انت بتقول لا ليه؟ بتقول لا يبقى انت مش مصدق انه لو قلت كم مرة لا هتهلك. الطاعة الاب الاعتراف، انت مصدق ان الراجل ده ربنا بعته في حياتك عشان يدخلك السماء؟ هو ده ايمان الكنيسة، ان ابائنا دول وكلاء المسيح وربنا حطاهم في حياتنا عشان ياخدوا بايدينا يدخلونا السماء. اخطيت في يوم العيوب والضعفات وبشر وبيتوبوا وبيقعوا، لكن دول وسائط للخلاص، حطوهم في حياتنا الكتب. طب لما ابونا يقول لك حاجه ما تاخدش الكلام سيريس ليه؟ يبقى انت مش مصدق ان ابونا ده موجود عشان يزقك على السماء. لو مصدق الكلمه اللي تطلع من ابونا تبقى سيف على رقبتك، الموضوع ما فيهوش فصال، وتبقى بتحفظ اللي بيقوله، تلغي اي حاجه في دماغك وهو ده بس اللي يقعد في دماغك. ابويا قال، حتى لو قال لك اعمل ايه، ده لو انت مصدق. لكن الطاعه عماله تضعف ليه؟ مفيش ايمان. ابراهيم اطاع عشان عنده ايمان، مصدق. المرجع الاصلي والاول للمسيحيه هو التاريخ، لأن لما يقول لي المرجع الإنجيل أقول له طب ما هو الإنجيل في إيد كل المسيحيين، ليه الإنجيل في إيد فلان المسيحي طلعت منه أفكار عكس فلان المسيحي؟ يبقى ما أقدرش أعتمد على الإنجيل كمرجع أوحد. ليه؟ لأنه الإنجيل يفسر، والتفسير ممكن يمشي على هوى المفسر، ولو ملوش مرجعية تاريخية أو مرجعية أرثوذكسية بتعبيرنا احنا، هيطلع بأفكار يدعي أنها أفكار مسيحية. وده حصل زمان، يعني مش حاجة بتاعت النهاردة. يعني أريوس ما هو كان أسيس. إذا ما قدرش أعتبر الإنجيل المرجع الوحيد، والحتة دي بقى بتفرقنا قوي عن بعض الكنائس الأخرى، أن الإيمان الأرثوذكسي يعتمد تماما على فكرة التقليد. التقليد ده مش بيلغي الإنجيل، ده الإنجيل جزء من التقليد. الإنجيل كتبوا الآباء الرسل، والآباء الرسل سلمونا، كلمة سلمونا دي هي التقليد. يبقى مش كل تعليم يبدأ بالإنجيل هو تعليم مستقيم، لا مش كل تعليم يخرج من الإنجيل بالضرورة هيكون تعليم مسيحي. سلام الرب معاكم. في حد من الجروب شاف رؤيا النهاردة؟ المحتوى بتاعها تقريبا كتير من الآباء شافوه، وأنا ربنا ورهولي بكذا شكل، لكن هو المحتوى واحد. الشخص ده شاف امبارح أو النهاردة على الفجر السيد المسيح وسط زحمة في الكنيسة، كنيسة كبيرة أو زي كاتدرائية، بيقول له لو الكنيسة كلها والراعي ورئيس الكهنة رفضوا يدخلوني ورفضوني كشخصي، انت رأيك ورغبتك وإرادتك ايه يعني فيا؟ يعني بما معناه ان الموضوع هيظل في الشخص نفسه، امتحان الشخص نفسه. فكرة هارون أو الرئيس كهنة بعد ما نزل ربنا قوانين وأن يقول للناس اعبدوا العجل واعبدوا جسدكم، ده كان امتحان. وهكذا لما جه السيد المسيح عمل معجزات، لكن رؤساء الكهنة قالوا أصلبه، فأغلب الناس قالت فعلا يتصلب. ليه؟ سيادة الشكل والسلطة اللي هي بمقاييس الناس الملموسة، السلطة التشريعية بتاعت العالم، رئيس العالم أو رئيس دولة، أو خصوصا في الكنيسة الشكل زي شاول، وامتحان شاول برضه وهارون. احنا ركزنا على هارون قوي لأنه شاول امتحانه واضح، عايزين ملك غير الله. لكن ليه مش موقفين عند شاول كتير؟ لأنه ما عملش عجل بصراحة وقال للناس اعبدوه، هو عايز الناس يبقى بالنسبة له خدمين وخلاص، يعني ما فيهوش رموز كتيرة والموضوع واضح.
لكن في هارون الامتحان صعب. وهكذا الله كان ليه حكمة، هو بيقول للشخص ده، يعني المضمون عايز يوصل لنا ربنا ان ماشي الطريق واختيار الله لازم يكون شخصي وبطريقة مطلقة، ولا يعتمد على مقاييس البشر والمنظور، ولا يعتمد على معايير السياسات أو الأنظمة. الأنظمة بتقول البابا شنو ده رجل قديس، لكن لو قال أصلب المسيح هل هنصلب فعلا المسيح ولا نقول البابا شنو ده إيه اللي أنت بتقوله؟ هو ده الفكرة اللي فتح ذهن الشخص ده وقالها لي كتير كمان في رؤى أنا، بس كل واحد بيقولها له ربنا بطريقة. هي دي الحكمة والفكرة بتاعت إن يسمح الله بالخطة. كان ممكن ما يحصلش المناقشات بين حنان وقيافة والكلام ده كله وفكرة المحكمة بتاعت الصلب، كان ممكن تمر الترتيب أو التعليم أو فكرة أنه حتى يتصلب المسيح أو كده بشكل آخر ما يدخلش فيه رؤساء الكهنة. كان ممكن الرومان هم اللي يصلبوه ويتغاظوا منه، بيلاطس بعت وصلبه ممكن، لكن ليه دخل فيها رئيس الكهنة؟ عشان كذا حاجة، من ضمنها الإنسان نفسه يختار ويكون الامتحان صعب، امتحان الحق، اختيار الحق، اختيار الإله الحقيقي. آدم حب حواء وتعلق بيها، هذه عظمة من عظمي وما سمعنا الصوت غير الوقتي، فهل هيختار يطيع الإله اللي خلقه ويختار يكون هو الراسه، ولا يختار الشيء اللي حبه اللي بيدي جسده أو ذاته مشيئته اختياره اللي يهواه؟ هكذا حكمة الله في اختيار الخطة بتاعت ان يبقى بين مش براباس واختياره هو وبراباس مين اللي يموت، لا اختيار ده موضوع منتهى، هو انه كتير اللي هو براباس اي انسان، لكن الامتحان الاصعب رؤساء الكهنة. البابا شنو ده قال، وخصوصا واحد ليه مركز وفعلا هو رجل الله، وخصوصا الناس مش عارفة طب أعماق رجل الله إيه. ما هو حنان ممكن يكون أو قيافة إنسان ملتزم زي علي الكاهن مثلا، يعني لو ركزنا على علي الكاهن إنسان ملتزم مؤدب محترم، يعني بالمقاييس بتاعت البشر إنسان أخلاقي خلوق، إنسان محتشم، إنسان راقي، إنسان يعني في رجولة. علي الكاهن مش بتاع أي حاجة، ولا حتى غلط غلطة داود ولا ولا ولا، لكن لو علي الكاهن قال أسلوب المسيح وإنسان كويس، أي أب كاهن أي أسقف البابا شنو ده إنسان رجل الله، لو قال لا أسلوبه برضو المسيح أنا شايف إنه هو يستحق الصلب، في الوقت ده هل هنظل نطيع الشكل أو نخضع للترتيب المنظور الملموس اللي هي بمعايير ومقاييس البشر، ده البابا ده هارون، ولا هنميز؟ هو ده بيت القصيد، اختيارنا وتمييزنا، ما اختيارنا هيبقى بناء على التمييز. هل هنطلب في الوقت ده نور عشان نعرف هو المفروض فعلا نطيع مين ومين هو الصح ونتبع مين؟ هي دي حكمة الله في اختيار يهوذا واختيار حنان وقياف وفي وسط التلاميذ يهوذا كمان، يعني مش بس الموضوع يبقى مناظرة بين رئيس الكهنة في زمن المسيح حنان وقياف والمسيح وتلاميذه، لا كمان جوه التلاميذ يهوذا. هل هنطيع يهوذا عشان هو الله اختاره والسيد المسيح اختاره، ولا هنعتمد على قيادة الروح 100%؟ لازم يبقى في امتحان والناس مش واخدة بالها.
لأن أنا عشان رحت كذا بلد، خصوصا السنة اللي فاتت واللي قبلها ما سافرتش، لكن جت رسائل كتير قالت لي، وناس كبيرة في الخمسينات والستينات مش شباب، وناس يعني متعلمة ومدرسة وأطباء، قالوا لي الكلام بتاعك رائع، بس أبونا فلان قال إنك مش من كنيستنا. دي كانت من كام شهر برضو، واحد بعت على الفيس، أنا ما عنديش فيس بس بيوصل الرسالة، بس أبونا داود قال أو أبونا فلان قال إن أنت مش من نفس الفكرة. فافتكرت الامتحان بتاع ربنا بتاع الله، الفكرة بتاعته. قلت له طب وانت شايف الكلام ايه؟ قال لي لا، ما الكلام ما فيهوش حاجة، بالعكس. الفكرة ان كل ما يجي حد في الحق زي أرمية، لازم الله يظل الامتحان هو هو، نسمع للملك ولا رؤساء الكهنة ولا الواحد بيقول الحق، ما الواحد طب ما هو الهدف او حكمة الله، لازم نعتمد على روح الله بس. هو ده بيت القصيدة، هي القصيدة كلها في كده، الله عايزنا نعتمد على قيادته الروحية الداخلية. ما احنا مش عارفين كان فكر الله، كلنا أمراض ومش شايفين وعميان ومش فاهمين. هلك شعب من عدم المعرفة. معرفة ايه؟ حكمته، فكرته، الفكرة بتاعته. ليه في كل موقف يبقى فيه امتحانات؟ شجرة حياة وشجرة معرفة. ليه لازم يبقى فيه امتحانات؟ يبقى فيه موسى وهارون. ليه؟ ليه في التلاميذ يوحنا حبيب ويهوذا؟ ليه التناقضات السوكس تريم ده؟ ليه لازم ربنا يحط الحاجتين مع بعض؟ عشان الموضوع معتمد على حرية مطلقة. أنا عايز مين؟ بس بالحق، الحق 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 المطلق، أنا عايز مين؟ عايز أعبد مين؟ يعني ياما ناس اتناقشت مع كهنة لغاية النهاردة 10 سنين، الشخص اللي اسمه هاني، أيوة، إيه الغلط اللي بيقوله؟ مفيش حد قال إيه الغلط، مش مفيش حد طلع غلطات، ما انا كل غلطات، انا بتكلم على المادة نفسها اللي هو المنهج اللي الله علمهولي، مش الشخص. لا، الشخص متخلف اللي هو انا، يعني احنا لسنا بصدد الشخص، مفيش حد، ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد، ودي يعني مش محتاجة نقاش، يعني لو مسكنا إلي العظيم هنلاقيه في وقت من الوقت زي طفل بيجري، فين الإيمان؟ احنا مناش دعوة بقى برد فعل الشخصي، لكن الروح اللي فيه، الكلام اللي الله اللي فيه بيقوله صح ولا مش صح. أنا مش مطالب إن أعمل محكمة لإلي أو لأي حد أو حتى اليهوذا، هو مفيش وقت أصلا، العالم بينتهي. زلازل امبارح، زلزال بقوة 8، وفي بعض الأماكن خففوا شوية، قالوا 7.5. لا، ده كان مش طبيعي، بتاع تايوان، ودي دولة مش يعني غلبانة، عمرات بتقع وبتنحني ولسه، والأرض اتشققت ولسه، تركيا مازال بتحصد برضو، والمغرب وسوريا وليبيا والدنيا، فما فيش وقت. احنا الوقت مش هنعمل رصد لشخصية إيليا، هنتكلم على إيه الصح وإيه فكرة الله وحكمته أن يعمل امتحان، لأن لازم كل إنسان يقرر يطلب من الله عيونه بعيونه، يفهم ويطلب من الله الروح اللي هي تميز، الروح تفحص كل شيء، لازم، بدون كده مش هينفع، لأنها هنحاز إلى الناحية الأدبية. لا، اللي هيقوله البابا شنو ده هو اللي صح أدبيا، مش ربنا اختار هارون أدبيا، يبقى لازم أقلع عريان وألف حوالين العجل أدبيا، ما أنا لازم أبقى في اتضاع،
ما هي الكنيسة خربت من إيه؟ من عقل ده أباء اعترافي كلهم، من أن ما فيش تواضع وما فيش سمع زي ما أبونا داود مع احترامي الأباء بيسهروا علينا وزي ما بيقولونا أيوة، لكن فكرة أن يجيب هارون وعلي الكاهن ويهوذا وحنان وقيافة وشاول، يعني ده هو يندر أن حد في الحق الكامل زي إيليا، وإن كان إيليا ما كانش كاهن يعني، لكن يندر جاب قائد روحاني، قائد منقاد الروح زي بولس الرسول مثلا، يعني هو نفسه وبخ التلاميذ، فبتبقى نادرة. فأنا هعمل إيه الوقت هتوه؟ وبخ ربنا الكهنة والفرسين في متى 23، وفي العهد القديم توبخات في أرمية ملهاش نهاية للكهنة برضو. فطب ما انت اختارها ليه؟ مختارها علشان يبقى فيه امتحان ويظل الامتحان قائم. مش هقدر اختار غير بقيادة روح الله، لازم فيه امتحان، ومش هقدر اميز غير بالروح فقط. فاللي صادق، نرجع تاني للنقطة، هو فكرة الله مين عايز يغربل، مين اللي فعلا بيعبد الله بجد او يريد او قرر يعبد الله بالروح والحق، ما لازم يطلب روح الله، لازم يطلب روح الله عشان يعرف يميز. لكن بدون روح الله انا هعرف القلب اخدع من كل شيء، كل الامثله واضحه، هعرف ما هو هارون هو عصايته افرخت، عايزني ما اسجدلهوش او ما اطيعهوش لما عصايته افرخت. والعجيب ان ياما قلت الكهنه ان متى 10 لما المسيح بيقول طهروا برص اقيم موتى، ده برهان ان في كهنوت الروح القدس. حاليا ما فيش كاهن في جمهوريه مصر العربيه او كاهنين في العشر تلاف والعشرين الف او الاساقفه والمطارنه والرعاه والرهبان، الاف بيكون موتى او بيشفي مرضى، هو ده برهان الروح القدس. وبرضو ناس سألوني وانت بتشفي مرضى، انا مش كاهن، انا مش راعي، انا قاعد في مكاني واللي ربنا علمولي في الانجيل بقوله، زي ما حط يوحنا المعمدان في الصحراء. هو احنا مش بنقارن طبعا، انا بتكلم على الوظيفة. في ناس لا، ما طلبش منها زي نوح غير يبني فلك، هو في مكانه، ما قالوش يبقى كاهن، ما قالوش، فده شيء وده شيء. لكن الكهنة والتلاميذ أمرهم فين؟ فين البرهان اللي فيه الروح القدس؟ هاني مش من كنيستنا، أي طب حضرتك من الكنيسة، طب فين؟ فين برهان الروح، روح الله فيك؟ فين؟ في إيه؟ في الكلام؟ لا، ناس كتير تقدر تتكلم. وبيوعظوا، ده قالوا له باسمك صنعنا قوات وعجائب كمان، يعني ليه حكمة ربنا يخلي ناس تعمل معجزات؟ علشان برضو يزداد الامتحان صعوبة. دي النقطة الثالثة والرابعة، ان كمان بيدي ناس وتلاميذ معجزات، لكن هيظل بدون الروح الله ممكن انخدع. ايوه معجزات، لكن عايش ازاي وبيقول ايه مطابق لحياة المسيح وكلامه. بيقول ان اللي بيقولوا الطريق قرب وباب ضيق ويمنعوا الناس، لا ربنا حنين. طب ده ضد الانجيل وده ضد كلام المسيح. لما انا اعرف من اني اقيس بالقصبه الكلام والحياه الاثنين مع بعض ملازمين، ما ينفعش برضو كلامه مش عايش، عايش بياكل ايه بيشرب ايه زي الناس، عايش بالجسد ما ينفعش. ما ده الموضوع كله، العمود كله معتمد على الأساس فقط عيشه، إن عايش إزاي. ما ربنا قال لي تعرف الإنسان الروح عايش إزاي، من أكله ومن شربه ومن كلامه، بس الأول أكله وشربه، أما هي بالجسد يا مش بالجسد، عايش إزاي. ما لو روحاني هيبقى شبعان. فالامتحان كذا امتحان، هنختار مين؟ لو البابا شنودة قال لنا لا نصلب المسيح، هل هنصلبه؟ لو رئيس الكهنة قال لنا اسجدوا للعجل لا، هل هنعمل كده؟ ولا هنطلب الروح اللي تميز
حتى لو هو عمل معجزات، مهارون عمل معجزات، ما هو حكمة الله ليه يعمل بالعصاية بتاعته تفرخ وتعمل معجزات؟ عشان يورينا ان مش ده البرهان، مش برهان ان انا اطيعه ويقول اصلبه فنصلبه، ايوه اصلبه، او اسجدوا للعجل، ايوه هي هي على فكرة نسجد للعجل، مع كده احنا صلبنا المسيح، رفضنا الله يعني، صلبناه في حياتنا يعني. هارون صلب المسيح يعني صلب الله في حياة الشعب، بس طبعا ده مش عذر، ده هو بيورينا حكمته يختار هارون ليه. أول رئيس كهنة قال للناس سيبكم من عبادة الله وعبدوا العجل، يعني هتفهم أكتر من 5 مليون يعني. ده لو واحد مثلا قال لي يشوع، أكيد حصلت في نقاشات ما ذكرتش في الكتاب، أكيد طبعا يشوع كان مع 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 موسى فوق. خلينا في كالب، طيب ما هو ما سجدش لأن الله مدحه، أكيد في حد قال له إيه ده، ليه مش قلعت هدومك عريان ده لازم إحنا الشعب يبقى كله معرق، أكيد حد سأله. محدش، مش كتير خد باله من حكمة الله وفكرة الله. يبقى يكفي بس المنظرين دول قدامنا، العجل والناس عريانة خالص، ستات والرجالة عريانة بيسجدوا له، والمسيح في المحكمة رؤساء الكهنة بيقول اصلبوه، فالشعب بيقول آه. احنا لو مكان الشعب ايام هارون هنعمل ايه؟ ولو ايام المسيح والبابا، مع احترام الكل، بابا كلورس، بابا شنودة، في ناس هتقولي لا البابا كلور، البابا شنودة مش هيقول للناس للمسيح اصلبوه، احنا بنتكلم على الفكرة نفسها، انسان كويس، إنسان محترم، وحنان قيافة وحشين، ما هو محترمين، هارون وحش ما محترم، هارون مش بعصايته استخدمه الله في عصايته أفرخت، أفرخت ولا لأ؟ طيب مش هو اللي قال عن الناس عريانة؟ نتخلى قلنا عن الأدب شوية، ما هو الأدب مش هيوصل لنا حاجة، نزل الناس عريانة خالص، ستات ورجالة، وبيسجدوا قدام عجل، هل الرجل ده وحش؟ هارون هل إنسان أخلاقه رديئة؟ هل شرير؟ لا، عمل ربنا عليه معجزات. فالامتحان، هل كنا هنسجد للعجل ونقلع عريانين وستات قدام رجالة؟ معلش قلنا نتخلى على الجنطي شوية، احنا بنتكلم بالحق، الحق يعني مش ننحاز لعدم الأدب، لا بنتكلم بدقة بصدق دقيق. الشعب كان معرة وسجد، هل كنا هنعمل زيهم؟ هل كنا هنطيع هارون عشان عصاته أفرخت وعمل المعجزات واستخدموا الله في شق البحر والضربات؟ هل كنا هنقول مع حنان وكافة أيوة يتصلب المسيح؟ ولا هنفهم حكمة الله أن احنا نطلب الروح اللي نميز، وفهمنا كمان حكمة الله ليه اختار من أول رئيس كهنة لغاية رئيس كهنة في الكتاب في العهد الجديد، من العهد القديم للعهد الجديد رئيس كهنة آخر واحد هو حنان وقياف. يا ترى لو كنا مكان الشعب أيام هارون كنا هنعمل إيه؟ ولو كنا أيام المسيح وحنان وقيافة ويهوذا بيسرق من التلاميذ، ما هو اختاروا تلميذ، كنا هنعمل إيه؟ الإجابة هو ربنا عايزنا نطلب حكمة وعيونه وروحه في كل أمر، نميز اللي بيتكلم بيقول حق الإنجيل وعايش الإنجيل، المهم عايش، ولا قابل إن البنات عريانة وفساتين عريانة والأفراح والضرب كل الدسكولية عرض الحائط الطقوس اللي سلمونا الآباء، مع احترام لأبونا داود لما اتضربت بعرض الحائط ما سلموناش الآباء إن البنت تبقى عريانة والست عريانة خالص يعني. على شوية أنا في فرح حضرته في الزمالك قلت الواحدة وزعلت مني، طب وعليك بإيمة ما تلبسيش هدوم خالص، زعلت مني، كنت أنا في ثانوي يعني، ما أصل شبه مش لابسة حاجة، الميو محتشم شوية، الميو أهو مغطي حتى، لكن ده ما فيش. فهل الدسكولية قالت كده يا أبونا يا كنيسة؟ تسليم الآباء قال كده عريانة خالص؟ تسليم الآباء قال إن اللي يبقى الفرح بالليل ولا في وسط القداس؟ تسليم الآباء بيقول إن الأسقف سنه 50 سنة ما يأكلش لحمة طول حياته، ولا يبقى ولد
ولد في أساقف أسقف أسيوط، احنا قلنا نتخلى عن الأدب والجنتي شوية، أسقف أسيوط أم بمخائيل اترشم سنه 27 سنة، ولد. وفي أساقف اترشم 26 سنة 25، هل ده شاب ولا ولد؟ الناس زعلت مني برا. وفي أساقف زعمت، قلت لهم ده مش شاب ده ولد، مخلص الكلية سنه 22-23 سنة، يبقى ولاد ولد. لا تقول إني ولد، لا ولد ولد، مش شاب، لا ولاد. بيسموه باللغة العربية الفصحى ريعان الشباب، بس الحقيقة ريعان الشباب 29-30، مش مكمل ريعان الشباب، مفيش شباب، دي ولاد. فاتكسرت الدسكولية في كل حاجة. فهل ما زلنا علشان الشكل أقول لا أسلوبه أو أيوة أو أي حاجة؟ أيوة وصلنا، يعني فين الهدف؟ يعني فين الهدف نفسه؟ الله خلق الإنسان ليه؟ فإحنا ندخل الموضوع. اختار هارون، اختار حنان وقيافة، اختار يهوذا، اختار التلاميذ، اختار البابا شنودة، اختار، المهم الله خلقني أنا، أنا ليه؟ وأنا مطلوب إيه؟ يعني أنا مفروض ملزم بإيه؟ أختار إيه؟ أعبد الله. إزاي؟ ما أنا مش عارف، إذن أطلب، ما فيش غير كده، أنا مش عارف. لكن لو مسكنا الإنجيل ومسكنا تاريخ الكنيسة بالعقل هنشوف احنا فين من حياة المسيح، عايش كان ازاي، محتقر ومرزول، كم أسقف وكم راعي وكم كاهن وكم أمص وكم قس وكم قائد روحي، عايش محتقر ومرزول. قديس بولس بيقول انه هل نضرب نلكم صرنا منزل العالم. كم بطريرك كم بابا قلاء الذهب وايدين عصيان ذهب، كم واحد عايش كورنثوس الاولى اصحاح 4 صرنا منزل العالم ووسخ كل شيء انه هل نضرب. مع احترامي برضو لابونا داود لمعي، سلمونا الاباء، كان مفروض نقول الانجيل الاول قبل الاباء، ولو مشينا مع أي راعي سلمونا الآباء. الدسقلية اللي بتقول الأسقف سنه 50 سنة، في أساقفة اترشمت وهي سنها 25 سنة، أنبا ميخائيل ملاك الصعيد ولد سنة 1921 ورسم مطران 25 أغسطس 1946، يعني مش مكمل 26 سنة، يعني 25 سنة. والدسكولية بتقول سنه لازم يبقى 50 سنة. إزاي كان سنه 25 سنة عن أو بواسطة الأنبا يوساب اللي قبل البابا كلورس، بابا يؤنس اللي قبل الأنبا يوساب اللي هو كمان اترشم سنه 24 سنة، إيه ده؟ والبابا مكاريوس الثالث البطريرك 114 اترشم راهب سنه 16 واترشم أسقف سنه 24 سنة، ده البابا مكاريوس الثالث البطرك 114، التاريخ بيقول كده، أنا مش بقرأ من عندي يعني. ازاي البابا مكاريوس ولد في مدينة المحلة الكبرى سنة 1872 18 فبراير، البابا مكاريوس ولد في مدينة المحلة الكبرى 18 فبراير 1872، ولما بقي سنه 16 سنة راح وترهمن. وكان قس سنه 17 سنة سنة 1895، يعني 17 سنة، وبيقوم سنه 23 سنة، وبيأسقف سنه 24 سنة. فين الدسكولية يا ابونا؟ لكن الطاعة قلت ليه؟ مفيش إيمان. أيوة فين يعني تسليم الآباء؟ فين الإنجيل وفين تسليم الآباء؟ الدسكولية بتقول إن الأسقف يبقى سنه 50 سنة، وفي العشرينات والبابا شنودة الثاني البطرك رقم 65
اشترى الأسقفية بالمال ومحاول وما قدرش ده كل ده المصادر موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للقديس تكلا هيمانوت، يعني الرابط اهو حطينا، يعني انا مش بجيب كلام من عندي، كذا واحد كان سنه 25-26 يعني ولاد. امتى امتلأ بالروح؟ امتى تشبه بالمسيح علشان يكون قدوة، يكون راعي، يكون أب؟ أسقف يعني أب وخبرة ومرشد وهو ولد؟ فين؟ لا في الإنجيل قال كده ولا في تسليم الآباء. كل بطرك جه عمل إنجيل جديد، ولا لما قلت كده الناس زعلت مني؟ ده اللي أنا شفته في رؤى. طب ما هو حقيقي، هو عملي أهو. عدم الاستنارة مخلية أغلب الناس مش عارفة تفرق بين الاتضاع واحترام الشخص وتبعية مين، يعني أتبع مين. عدم الاستنارة ممكن تخليني أتبع هارون، عدم طلب النور، وكأن هارون هيكون مكان الله، لأن زي ما ربنا وراني التعليم اللي ربنا ورهولي وفهمهولي ليه الناس عايزة شاول، ليه عايزة ملك، ليه عايزة تسجد لشخص، لأن موضوع جواهم حتى اليابانيين والصينيين وكل الناس اللي هي مش بتعبد الله حط فيهم غريزة أن لازم في إله يتبع. فلما الناس مش شايفة الله، مش متعودة تتبع الله، فعايزة حد زي شاول تتبعه بس يكون لابس تاج وكده. فسيدنا حطناه مكان الله، فين الطريق وفين الجهاد للوصول؟ هاني جرجس مش من كنيستنا طالما مش بيتبعنا ومش خاضع للكنيسة. كنيسة ايه؟ خاضع لآراء ناس. طب انا في بلد اسقف تحرش بواحدة قريبتي، فلما بعاتبه منع، مفيش تناول الكلام ده من حاجة وعشرين سنة، ممنوع دخول الكنيسة، مع سلطة تنفيذية وتشريعية. هو الراعي المفروض يبقى عبد ولا رئيس سلطة وصاحب سلطة تشريعية؟ الوقت لا، الأساقفة صاحب سلطة تشريعية وتنفيذية. حتى في البابا منع واحدة تتناول، رفعت عليها قضية ونجحت الكلام ده السنة فاتت ودخلت تتناولت. ايه ده؟ ما خلاص بقيت السائد دلوقتي سلطة تنفيذية وتشريعية، ونكلم مذيعات تشهر واحنا مش حاسين. فين الطريق؟ فين المسيح نفسه؟ الملك؟ فين الإله نفسه؟ احنا مش عارفين بنعبد مين. مين الإله؟ مين من الآلهة بنعبد احنا؟ وحتى لو الراعي قديس، لو شفنا حزقيال 14 ربنا بيقول يا ابن آدم ان اخطأت الأرض إلي وخانت عهدي اعاقبها وأمنع عنها الخبز والمؤونة، يعني أقل شيء، وأجعلها في جوع وأفنيها مع البهائم. حتى لو وقف نوح ودنيال وأيوب الثلاثة طبعا عمالقة، فهم يخلصون أنفسهم فقط ببرهم. نفتح حزقيال 14 أشوف الدقة 14-14 وبرضه من الصدفة، يعني أشوف النور، أشوف النور الكامل، كمال 7 و7، كمال المرحلتين. حتى لو فيهم هؤلاء الرجال نوح ودنيال وأيوم، هم يخلصون أنفسهم ببرهم. فهؤلاء الرجال حي يقول الرب لا يقدرون على إنقاذ هؤلاء الرجال. يكررها تاني في عدد 16، هؤلاء الرجال لا يقدرون على إنقاذ أبناء أو بنات، إنهم وحدهم يخلصون ويتصير الأرض موحشة. كل إنسان بيحمل حمل نفسه، وما ينفعش حتى يوحنا العمدان سيدنا، أو ما أفهم احنا مش فاهمين، سيدنا ممكن يخليني زي هارون بعصاته اللي أفرخت مين الوقت البابا شنودة، مع احترامي للكل، عصاته ما أفرختش البابا تودروس، عصاته أفرخت ماشي. مش نفهم كلمة الله من العهد القديم أبونا داود لما عصاته أفرخت ماشي، لكن عايش إزاي؟
قوانين. ايه يعني ولايه؟ وده ده قدامي في المانيا يعني، وابونا فلان وابونا فلان وسيدنا. ايه ده؟ لما الدسقليه بتقول الاسقف 50 سنه ما ياكلش لحم، مفيش دسقليه. فده لازم طبعا نكلم منال موريس ندفع لها بقى بنص مليون وتشهر بقى والدنيا بقى بيت منظومه. اصل ده سيدنا. طب نشوف حزقيال 34 يا ابن ادم بيقول الكتاب تنبأ على رعاه اسرائيل، تنبأ هكذا قال السيد الرب للرعاة، ويل للرعاه رعاه اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم. ويا ما اتكررت الايه دي كذا مره في الكتاب الماضي، لا يرعون الغنم، يأكلون الشحم ويلبسون الصوف ويسبحون السمين، لا يرعون الغنم، المريض لم تقووه، المجروح لم تعصبوه، المكسور لدرجة في ناس طلعوها أوبرتات وترانيم، لم تجبروه، المطرود لم تستردوه، الضال لم تطلبوه. فين الوقت ده؟ في القرى وعشوائيات، ناس مش لاقيه تاكل، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، سلطة تشريعية، والناس برضو مش داريانة ومربوطة بربطة. طب ما هنعمل ايه؟ ما لازم نعبد حد. فتحط سيدنا وأبونا، وإن كان الله قال لا تدعوا لكم سيدا، اتحط مكان الله. احنا مش عارفين نفرق بين الاتضاع ده، هاني مش من الكنيسة منشقة عشان في نور. أيوة أنا أحترم الكل زي اليابانيين وانحني قدام الكل، لكن مش أتبع الكل. فتشتتت الخراف بلا راعي وصارت مأكل لجميع الوحوش. بنات بيسيبوا الكنيسة، واحدة قريبة سبت الكنيسة لعشر سنين خلاص. طب ما هو الراعي كان عايز يتحرش بيها، وكمان أنا منعني من الدخول الكنيسة. حدش يتكلم، أتكلم عن حاجة ليا أنا، مش بتكلم عن قصة اتفرجت عليها أو حد قال لي. لا، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالي وعلى كل وجه الأرض تشتتت. ده كل ده في حزقيال 34، ولم يكن من يسأل أو يفتش. لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حي حي أنا يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكل لكل وحوش الحقل، إذ لم تكن راعي، لم يكن راعي ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم. فذلك لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، ها أنا على الرعاة أطلب غنمي من يدهم. ده اللي هيعمله الأيام اللي جاية. ولما هيحصل الناس تبتدي تدرك، أكفهم عن رعية الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، ده اللي هيحصل. فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد، أنا أسأل عن غنم وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت فيها. كلام واضح طبعا. وأقضي بين شاه وشاه، كل ده في حزقيال 34، أقضي وأنصب راعي واحد عبدي. ده بقى حكمة ربنا. لكن وفي أرمية 23 يقول الرب، ويل للرعاة الذين يبددون غنم رعيتي وشعبي. لذلك يقول الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي، لقد بددتم غنمي وطردتموه ولم تتعهدوها، فأنا أعاقبكم على شر أعمالكم وأجمع الشتات غنمي من جميع الأرض التي أجليتها إلي وأردها إلى مرعيها، وتنمو فتكسر وأقيم عليها رعاه يتعهدون فلا يعتريهم خوف بعد. رعب سيدنا منعني من أنا اتمنعت من أسقف جينا أدخل علشان بس بعاتبه إزاي تمد إيد إزاي. فعلى طول بنص مليون ونشوف مرتزقين وأدي الكنيسة وحدش يتكلم، وناس بتموت من القهر ومن الجوع ومن نح الضغط النفسي، وبتموت روحيا وهم نفسهم كمان مش بينمو روحيا. خراب. لذلك ها أيام مقبلة لا يردد فيها الناس بعد، حي هو الرب الذي أخرج بني إسرائيل من ديار مصر، بل يقولون حي هو الرب الذي أخرج ذرية شعب بني إسرائيل وأتى بهم من أرض الشمال. يعني خلاص هيبتدي الله يقودهم بالفعل. تكلم أرميا عن الأنبياء الكذبة، أن قلبي منكسر في داخلي، كل ده في أرميا 23، وجميع عظامي ترتجف. فأنا بتأثير الرب وبفعل كلامه المقدس كرجل سكران غلبت
غلبت عليه الخمر لأن الأرض قد اقتضت بالفاسقين ونعت من عاقبة لعنة الله فجفت مراعي الحقول لأن مساعيهم باتت شريرة وجبروت مسخر الباطل. بابا روما وافق أن ولاد يتجوزوا ولاد أو راجل يتجوز طفلة أو طفلة وإيه يعني في بعض أسقفة كاردينالات مش عارف 2-3 في الفاتيكان اعترضوا كله ساكت وهنا ساكتين وفي الأباء فعلا أسقفة قالوا إيه اللي بيحصل خرب. فنرجع تاني الإنسان نفسه مفيش حد هينفع حد ولا دانيال ولا أيوب ولا أي قديس ولا يوحنا عدن زي ما شفنا كلمة الله بتقول إيه هو نفسه مش هينفع حد مش هيقدر صلاته بالكاد لنفسه. فالحكمة أطربت بهارون علشان عصاته البابا شنودة عصاته أفرخت صح وهو قاعد فعلا العصاية اللي هي الذهب ب100,000 الحتة اللي فوق أيوة طلعت لوز واتاكل ده هارون عمل كده صح. هل ده معناه إن حياته في الحق فين حياته في إيه أفعاله إنه يقلع الستة والرجال عريانين ويقبل إن في الأفراح ده سر مقدس وما لا سر بناء على إيه تبقى عريانة ده فين في الكتاب لا تكن زينتكم الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب بل زينة الروح هي فين هدية ومشيل للمرأة أن تقف عارية الرأس أمام الرب احنا عارية الجسم برضو هاني جرجس مش من كنيستنا ونفضحه وندفع فلوس تاني لمنال موريس ونشهر بيه ونشهر بيه ماشي وبعدين بعد ما تشهر بيه وقنوات دينية مفتوحة لإيه يعني تقول الحق ما احنا في ناس سألوا من أنا بعلن الحق إيه هو الحق إيه هو الحق الطريق ولا إنك تفضحي واحد شفت حد بيعمل كده وإنت شفتي مين قال إن إنت اللي شفتي صح وحتى لو شفتي صح ونشف الصح قناة تتفتح علشان نقول مين عمل ومين ما عملش إيه اللي يبني في ده احنا بنقضي وبندين وبنشهر وبنقضي وبنقتل هو فين البنيان اللي اتبنى دي قناة مفتوحة بس ماهر صمويل حد متضايق منه الراجل ندفع فلوس وبعدين نشهر بيه احنا بنعلن الحق ايه هو الحق اي حق الفضيحة الحق الفضيحة ده غلب الناس غلبانة وفي ناس بيكتبوا لمنال موريس انت صوت الله ايه هو الحق حق القضاء وحق الفضيحة ولا حق الله الحق الروح الحق أقول لكم اللي هو الطريق الحق اللي نعيشه اللي هو الملكوت ده الملكوت بيبني الملكوت ماهر فايز ناس متضايق منه ندفع فلوس لمنال موريس علشان مرتزقة وابونا مكان كله ده الحق حق إيه حق الفضيحة الحقيقة الفضيحة قناة منال موريس لحقيقة الفضيحة غياب النور خلى احنا بنبني ايه فين الهدف نصنع الانسان على شبهنا وصورتنا هي فينها انا بعمل ايه احنا بنعمل ايه وكل لحظة بتعدي ما بترجعش وفي مصير ابدي ده احنا مش بعدنا وروحنا مجرات تانية ده حتى هارون يعني شوف الامتحان يعني لو نركز في حكمة الله حتى اول رئيس كهنة العصا افرقد وبايده كان بيضرب قدام فرعون والصحراء ومش عارف ايه والبحر وبقي دم وهات فرعون قدام فرعون هات هارون واضرب بالعصا وافرقد ايوه لانه كان عمل الله لكن هو اللي عمل العجل بايده وضعته في النار فخرج عجل قال لي موسى كده أنا وضعت الذهب في النار فطلع عجل أيا كان إزاي الطريقة بسحر أو بدون سحر برضو مش هو ده لب الموضوع في ناس قالوا لي لا مين قال هو قال أنا حطيته في النار كلمة الله بتقول بتوثق كلمة الله بتوثق رمى سبايك ذهب طلعت عجل احنا الوقت مش بصدد إزاي ده دور رئيس الكهنة طيب فين الله وفين الطريق فين الله في حياتي وفين الطريق وفين البناء
فين الله للرب إلهك تسجد وإياه وعد في حياتي؟ فين الله في حياتي؟ هو نسجد لهارون ماشي وهو بيعمل العجل ونقلع عرينين ملط ستات ورجالة أمين. فين الهدف؟ فين الإله وفين الهدف إلا الله خلقني من أجله؟ ما احنا طوحنا. أوه هاني جرجس مش فين؟ فين الله الحقيقي الإله الحقيقي وفين الهدف اللي الله خلقنا عشانه واحنا فين منه؟ تاني ما هاني جرجس ما انا عارف مش من كده. مين هو الله؟ مين هو الإله؟ ده كل واحد يسأل نفسه. هارون مش هينفعني، ربنا قال ولا دانيال هيقدر يعمل لي حاجة. مش البابا شنودة أو أبونا داود لمع في كنيسة كليوباترا مصر الجديدة، لا هو ربنا قال دانيال نوح إبراهيم، قال الناس اللي هي فعلا قديسة بجد، قال مش هتنفعني. هو إلهي قال لي كده. يعني حتى لو وقف نوح ودانيال وأيوب مش هيعملوا لي حاجة. أنت بتتكلم عن بابا شنودة التالت بابا الاسكندر؟ لا انت بتتكلم على بابا طود، انت بتتكلم على ابونا داود لما واحد بيقول لي اللي في كليوباترا مصر الجديده، لا 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 انا بتكلم على حسكيال 14 بيقول ان دانيال العظيم ونوح محدش يقدر يقول اقل من ان دانيال من اقدس الانبياء. صلاته مش هتفيده غير هو نفسه، مش هيقدر يعمل حاجه ولا يقدر يخلص حد. نفتح حسكيال ونشوف 14 اللي هي مش صدفه. حتى اعظم الانبياء مش ابونا داود لمع اللي في كنيسه كليوباترا مصر الجديده، لا لا، ولا البابا شنودة الثالث بابا الاسكندريه وبابا القاهره وشبرا وخميم وسوهاج والصعيد، لا لا، دانيال ويوحنا المعمدان صلاتهم ما بتعملش حاجه. انا اللي لازم اختار الاله. هارون عصاته بتطلع لوز، ده مش معناها ان هو في الحق، ومش معناها ان انا خلقني الله علشان يكون هو هارون راسي واللي يقوله اعمله او حواء. ده انا عشان حابب حواء، ولان مش حواء فعلا انا بحبها ادم، لا طبعا ادم كذاب لو قال بحب، هو بيحب نفسه، فهي تديله شبع الجسد والغريزه وكل حاجه. احنا قلنا نتكلم بصدق وبحق وبأدب، نتخلى عن الرقة المشاعر اللي ضيعتنا. حواء تديله شبع الجسد وشبع الغريزة، فهو ما بيحبش حواء، بيحب نفسه. وهارون يعني الشعب بيحب هارون عشان أمور، لا برضو حتى لو هو أمير الأمرة برضو مش هيحبوه من أمرته، وإنه عشان هو من، لا هما بيحبوا نفسهم. فالناس كل إنسان بيحب نفسه، فالله خلقنا عشان كده. إيه اللي اتحقق؟ فين الهدف؟ ما فيش عذر إن أنا ما طلبتش النور، ما فيش عذر إن ما فهمتش مين هو الإله ومفروض أنا أتبعه إزاي وأطيعه إزاي. ما فيش عذر إن أنا ما فهمتش الهدف اللي الله خلقني من أجله، وانا اطلب نوره وقيادته، تعرفون الحق واطلب الحق، بس مش الحق من منال موريس انت صوت الحق، لا الحق، الحق بتاع الروح، الحق الأبدية، الحق اللي الله خلقني من اجله، مش الفتح وتشهير وادانه وتضييع وشغل وي 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 وي، لا الحق في الملكوت. ها ملكوت الله ده فين الملكوت؟ اي حد بيتكلم ابونا داود لا منال موريس اي حد، هل بيبني الملكوت؟ هو بنى نفسه، حتى دانيال هيبني نفسه، بس نوح هيبني نفسه بس. انا بقى ابتدي ابحث، حتى لو قدامي دانيال، يعني قدامي دانيال النبي بابا شنودة ابونا داود لما العذراء ست الكل، برضو مش هتبنيني. بعدين حد يتفتكر ان انا متحامل وابتدي استخدم ذكائي لا لا، قدامي العذراء يوحنا المعمدان كويس، ابونا داود لما في كنيسه كليوباترا في مصر الجديده زي يوحنا المعمدان، لكن هيبنيني في ايه يوحنا المعمدان؟ نتناقش. ابونا داود لما في كنيسه كليوباترا في مصر الجديده والبابا شنودة الثالث زي العذراء، ابونا داود لما زي العذراء ممتلئ نعمه، هتعمل لي ايه النهارده العذراء؟ ايه اللي مطلوب مني انا؟ اتبع العذراء
أتبع يوحنا المعمدان في إيه؟ يعني أنا مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني أبني، أبني إيه؟ هحط صورة يوحنا المعمدان فكده تم البناء. مطلوب مني أسلك كما سلك المسيح وأمشي الجهاد اللي هو جه جهده كما سلك ذاك. أعطاني مثال أن أتتبع خطواته إزاي؟ بقيادة روح. في الموضوع قيادة روح، بغض النظر على اللي قدامي ده هارون عصاته أفرخت أو يوحنا المعمدان بجد أو سيان. من ربنا ليه جايب لي الناس دي؟ عشان أعرف أن هي مش هيفرق بقى يوحنا حبيب، يوحنا معمدان، يهوذا، المهم أنا، القضية فيا أنا. أنا سألت الله ولا ما سألتش، وطلبت بعد كده عملت، فهمت، نفذت، بنيت إيه، اتغيرت، وصلت للهدف. هو ده الهدف اللي ربنا خلقنا عشان نبقى صورة ليه. لو هو صار إلهنا فكل واحد يختار هو بيعبد مين، لأنه لو هيعبد هارون علشان بحجة إنه هو الحياة كذاب، هو كل واحد بيعبد نفسه. آدم، من بداية آدم بيعبد نفسه، والشعب كان بيعبد نفسه أيام المسيح، كانش بيحب حنان وقيافة. وكل إنسان زي فكرة هارون، هارون قال له حاجة، هو مش تواضعا، هو دي التدين، الديانة الروحانية اللي زي ما سيدنا يقول، لا لا لا، ده هو كل واحد بيحب نفسه، بيعمل اللي هو بيدور على مصدر يؤيد عبادته لجسده وشهواته وأهواءه، زي آدم أو زي أي حد، وزي أيام هارون وزي أيام المسيح. وبعدين وتنتهي الأيام وتنتهي الفرصة، ويسأل الله فين الصورة اللي خلقتك من أجلها، نصنع الإنسان على شبهنا، فينها، فين البناء مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، في كل البناء، في بناء محتاج جهاد قانوني، فين الجهاد يا ابني اللي جهدته، فين البناء، فين صورتي؟ هقول له أنا كنت بطيع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المركزة وسائل البناء، وكنت بحفظ إبت زمان. يقول لي أنا إلهك اللي خلقتك لهدف تبقى صورتي، تلك الصورة عينها المطابقة لها، فينها؟ فين الطريق اللي عشته؟ فين الإنجيل؟ هقول له إيه؟ معرفش. هيقول لي ما سألتش ليه؟ أنا الإله. فإحنا مش عارفين مين هو الإله، حطينا مكان الإله أي حد، هارون عشان عصاته مفرخ، حطينا مكانه أي حد، حطينا مكانه البابا شنودة اللي يقوله أبونا داود، لم فين إله؟ هو ده إلهي؟ أنتم عبيد للذي تطيعون، أنا بطيع، أنا مفروض أطيع إلهي، فين إلهي؟ ويكون الراس والبناء روحي، والملكوت ها ملكوت الله، ويكون عايش الملكوت عن طريق قيادة روح الله، قيادة إلهي الحقيقي، قيادة روحية. فكل واحد يختار الإله اللي يقوده عشان يحقق الهدف. وفي النهاية أهم نقطة في الإله والقائد والراعي، الإله السيد المسيح المسيا، إن هو عريسي، مربوطين ببعض، اللي بيقودني هو عريسي. يوحنا عدن بتعلم منه صوت صارخ، لكن ما ينفعش يبقى عريسي. وإحنا قلنا مش اتضاع ولا كبرياء ولا تهكم، نفترض كل راعي زي يوحنا المعمدان لفهم الأمر، لكن برضه يوحنا عدن ما ينفعش عريسي. أنا مربوط بيه، مربوط إن هو الراس، هو الإله، وإن هو العريس اللي بحبه، أنا بتبعه عشان بحبه. لكن هحب هارون هيبقى عريسي؟ هحب يهوذا يا هوذا هو عريسي؟ مش مفهومة. البابا شنودة زي يوحنا عدن برضه، لا كبرياء ولا تواضع ولا تهكم ولا فضلا ولا، عشان يتفهم الأمر نفترض أن كل راعي زي إيليا والعذراء ويوحنا عدن، عشان نفهمها. هل يوحنا العمدان عريسي؟ يعني أنا مربوط بيه، ما هو بيقودني بربطة حب. مش عذرة لما نطلع السماء نتصدم، ما هو ما فهمناش فكرة العريس والعذارة والكلام ده كله، مش عذرة. ياما اتكلمت مع رهبان صح أصحابي 20 سنة اللي فاتت، فكرة العريس مش واضحة، يعني المسيح القائد مش واضحة، هو اللي متبلور في المعقل الأغلبية، مش الكل طبعا، سيدنا قال سيدنا، لكن سيدنا هو يوحنا المعمدان.
أبونا داود لمعي بقامة يوحنا عدان، ده افتراضا لفهم الأمر ولسنا بصدد هو إيه ومين. أنا مش دعوة، أنا مش دعوة، والكنيسة الإنجيلية دول هيروحوا شياطين ويروحوا الجحيم برضه أنا مش دعوة. كانوا بيقولوا لي في الكنيسة أنا مالي، أبونا كان يسقط لما قلت له أنا مالي، مالي أنا هو هيروح فين؟ أنا الله من أولى ثانوي شغلني أنا مفروض أعمل إيه؟ لقيت العالم كله مع احترامي للكل، احنا قلنا نتخلى عن بس تريجونتي شوية، أنا ماليش دعوة أن أبع اعترافي حتى ماشي ولا مش ماشي، not my business، ده أنا تفكيري أنا ماليش دعوة. لما كان بيقول لي أوعى تروح حتى في الأجازات الكنيسة خلاص، أنا ماليش دعوة هو شياطين ولا لأ، أنا كان كل تفكيري إزاي أنا أوصل وارتبط بالله. واتصدمت من أب اعتراف إن مشغول الكنيسة الإصلاح اللي جنبك، أنت بتعدي على خالك جنب الكنيسة الرسولية، وحقيقي فعلا خالي تحتيه بكيس، إيه ده؟ قلت له إيه اللي أنت مشغول بيه ده؟ ده بعد كده ربنا وراني فعلا ده اللي مخلي الناس مش واصلة، فين عريسك اللي مربوط بإله، هو إلهي هو عريسي اللي أنا مربوط بيه، لا الرابطة مش موجود، الرابطة بسيدنا جاي. عندنا ترست ده واحد راجل أعمال لما كنا في ألمانيا بدلة مخصوص عشان لما يجي الأنبا بشوية قبل إيه فلما يجي ده هيجي البابا في المؤتمر، كان سنة 93 في ألمانيا، أوف في كرف البخ كان وبدل هو فيه الإله هو العريس هو الراس هو هذا حبيبي هذا خليلي. أتريها ده نشيد الأنشاد ده فيلم، اكتشفت انه ده فيلم رومانتيكي، يعني حاجة رومانسية محطوطة منسية. ايه ده هذا إيه؟ ليه هربت إيلاريا وانا سيمون اللي كنت مشغول بهم، يعني هم اتشغلوا بايه، هو في ايه الربطة دي؟ ده إيمان الكنيسة، كل واحد بيتكلم في وادي، يعني هذا حبيبي وخليلي زي ما ربنا قال لي لب الموضوع نشيد الأنشاد، الرابطة بين الإله ده لأني بحبه ومن كل القلب، فين من كل القلب يا ابونا داود لما من كل الفكرة هاني من كنيستنا، والحق اتطرح في الأرض حتى ما حد قال في العشر سنين ليه، ولا أسقف طلع قال ليه أي شر فعل بلاط السهل ازدادوا صراخة. ده ايه برنامج يعني الواحد برضو لسه ما جاش وقت الكلام، بندوس على الزرار يعني ازدادوا صراخة. بيلاطس بيكلمهم وبيلاطس لا يعبد الله، بس بيكلمهم بالمنطق، لا احنا عدينا احنا نزلنا من العقل احنا بلا عقل، ازدادوا صراخة. قال لهم ايوه طب ماشي اي شر فعل، مفيش، ازدادوا صياحة. الله، هيظل الامتحان النقطة اللي احنا فيها، مش حنتش بيلاطس مش هينفعني وبلاط ولا حنان ولا قياف، وهارون إنسان كامل ما نفع مش هينفعني، وأيوب كامل في كل جيله وما كانش فاهم حاجة كان بيسمع عن الله، وإليا كان كامل فعلا في الامتلاء وخدته مركبة نارية برضه مش هيفيدني، والعذراء ست الكل مش هتفيدني، والشرافين والصرافين وكل السمائيين مش هيفيدوني. أنا في عندي امتحان أختار الإله اللي هو عريسي، أختاره بناء على إيه؟ ولازم أتبعه بناء على إيه؟ ما أنا لازم أنا أطلب، وأطلب كمان يفتح ذهني، وأطلب أنه يقودني، وأطلب فعلا أن أنا أبقى فاهم أنا رايح فين، أنا كنت إيه وبقيت إيه، وكل يوم فين النمو والتغيير، التغيير الجنيني اللي كان في البطن مش باين ظهر، والظهر ده اتغير لكائن تاني وتالت ورابع، وكل شوية بيبقى كأنه مش هو، فين دي؟ ده العرض والطول والعمق. الجنين بعد 5 سنين أو بعد سنة طلع بقي طفل، بعد 5 سنين بقي غلام، هو ده الجنين، لا بقي كأنه كائن تاني، بعد 10 سنين كأنه بقي كائن تاني. ما حدش شرح لنا كده، الأربع كائنات مش عصر، وكل واحد حاسس إنه فاهم، يعني يا ما سألت روبر متوحدين وآخر واحد يقولي طبعا معروفة الأربع كائنات، البابا شنودة قال معلم الأجيال إن في طغمات زي الكروبيم أنا في حياتي هو في كروب بشكل عجل
في كروب عجل يعني ما برضو أيوة إيه الهدف؟ وليه متصلين في حسقيال ورجليهم من النحاس وليه منفصلين في سفر الرؤيا؟ أنا أعيش إزاي؟ فقط أعيش، أعيش إزاي؟ الطريق واضح للي يطلب عيون الله فيفهم فيتغير فيعرف مين هو الإله والرأس والقائد. ما ننساش أن السيد المسيح لما سأله بيلاطس في الآخر في إنجيل يوحنا 18 ما هو الحق، السيد المسيح مردش عليه، هو قال له أتيت للعالم لأشهد للحق وكل من هو من الحق يسمع صوتي، قال له ما هو الحق مردش عليه. وقلناها قبل كده أن دي حاجة لازم الله يجاوب الإنسان من جواه، مش كلام حديث كلام على النت وكلام نقاشات، لا لا، ده لازم يكون معرفة الحق حاجة جوهرية ما تتقلش بالصوت وبالجسد وبالزبزبات تستقبل بالأذن الجسدية، لا، عشان كده ما جاوبهوش، عشان يأكد لنا أن الأمور دي لا يستقبلها الجسد وأمور لا يقبلها الجسد، دي أمور اللي هي المسحة اللي تعلمكم كل شيء ولا تحتاجوا إلى معلم، ده عمل خفي، عمل الروح، إنسان القلب الخفي، ده عمل الروح، ده اللي ربنا عايزه، الملكوت اللي عايزنا نبنيه اللي عايزنا نعيش من أجله، اللي هو الحق، الحق اللي هو قيادة روح الله، زي ما قال السامرية الريح تهب حيثما تشاء وتسمع صوتها هو ونيقوديموس، ولكن لا نعلم من أين يأتي ومن أين يأتي. هكذا كل من هو ولد من الروح، وقال لها إن يا امرأة صدقيني لا في هذا الجبل ولا في أورشليم ولكن الله روح والذين يريدون أن يسجدوا له فبالروح، ده عمل روحي خفي مش في مكان معين، بيأكد كده نقاشه مع نيقوديموس والسامرية، الموضوع نقاش عمل خفي مش نقاش زي ما حصل مع أخنوخ وحصل مع كل أهل نينوى اللي هو في عمل خفي استقبلوه، ده هو الحقيقة الحق، مش تشهيرات وتنفيذات وأمور احنا استبدلناها بأمور جسدية بسبب قيادة الذات ورئيس العالم، لا، ده عمل روحي خفي هيظل عمل الله لغاية آخر يوم، هو عمل خفي للي عايز واللي قبل يكون الله إلهه، ولي كل واحد مطلق الحرية، كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. عمل خفي مش نقاش زي ما حصل مع أخنوخ وحصل مع كل أهل نينوى اللي هو في عمل خفي استقبلوه، ده هو الحقيقة الحق، مش تشهيرات وتنفيذات وأمور احنا استبدلناها بأمور جسدية بسبب قيادة الذات ورئيس العالم، ده عمل روحي خفي هيظل عمل الله لغاية آخر يوم، هو عمل خفي للي عايز واللي قبل يكون الله إلهه. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟